نعم، تم الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التشريعية وكذلك للمجلس الوطني الفلسطيني في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2018، بس في نفس الوقت تم اتخاذ القرار بتوجيه لجنة الانتخابات المركزية للبدء بالتحضيرات لإجراء هذه الانتخابات، وسيكون لنا لقاء آخر لجميع القوى في شهر شباط القادم، وأعتقد في ذلك الموعد سنحدد الموعد الدقيق للانتخابات.